بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، أهلا بحضراتكم عفوا، حلقة جديدة وبرنامج وذكر. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. مع مسابقة القرآن الكريم لبرنامج وذكر الموسم الثاني، في البداية حابة أعتذر عن المستويات الثانية في حفظ نصف القرآن الكريم، ولكن احنا وجدنا ما شاء الله في ناس كتير قوي حافظين القرآن الكريم كامل بصوت طيب وجميل ما شاء الله. عشان كده قررنا نأجل المستويات الثانية للمواسم الثانية، وهنشوف النهاردة مجموعة من حفظة القرآن الكريم أصحاب الهمم العالية ما شاء الله عليهم، يكونوا قدوة لأبنائنا والأجيال القادمة. قبل ما نسمع المتسابقين، حابة أرحب بفضيلة الشيخ احمد كامل استاذ القراءات وعلوم القران بالازهر الشريف. ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. وفضيله الشيخ ابراهيم معالي سليم رئيس صندوق المأذونين الشرعيين. اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا بك يا فندم. والان مع المتسابقين، المتسابقه الاولى في حفظ القران الكريم كاملا، فاطمه محمد عبد المولى. ازيك يا فاطمه؟ الحمد لله تمام. اتفضل يا شيخ احمد. كيف حالك يا فاطمه؟ الحمد لله تمام. كم تحفظين من القران؟ كاملا. كاملا بالقراءات أم رواية واحدة؟ لا بالقراءات. بالقراءات. بتعلم. العشرة الكبرى ولا الصغرى؟ لا الصغرى. المشاهدين ممكن مش عارفين القراءات، يعني هم يعني معظم الناس بتسمع كده، يعني قراءة حفص، فعايزين نسمعهم قراءات من الأستاذة فاطمة إن شاء الله. اقرأي لنا برواية ورش عن الإمام نافع من طريق الشاطبية. قول الله عز وجل: لقد كان في يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. احنا عايزين نفس الآيات بس يعني عشان المشاهد يعرف الفرق ما بين القراءات. نفس الآيات مثلا بقراءة حفص. اقرأي قراءة حفص نفس الآيات. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. اقرأي خلف عن حمزة، تعرفين أم لا؟ نعم. شاء الله.
اقرأي من سورة الشعراء قول الله عز وجل: كذب أصحاب الأيكة. وإذا وقفت عليها لخلف هيقول إيه؟ ليكة. نعم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم. اقرأي بنفس نفس الآيات للإمام حفص. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين. صدق الله العظيم. بشكرك جدا ما شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب. مع المتسابق الثاني عمر محمد عبد المولى اخوه. عمر اخو فاطمه. من بيت القران. ربنا يبارك في هذا البيت ويكون مثل وقدوه لكل البيوت المسلمه. الله يبارك. اقرا من قول الله عز وجل: وسارعوا الى مغفره من ربكم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. بس يا عمر استأذنك بس المايك يبقى كده. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم نادمون اقرأ سورة الانفطار. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الله يفتح عليك يا شيخنا. شوف المتسابق. مع المتسابق الثالث
محمد عبد العظيم معروف. ازيك؟ مساء الخير شيخ محمد. حلو الحمد لله. الله يفضل يا شيخ. كم تحفظ من القرآن؟ قرآن كاملة. عندك كم سنة؟ 13 سنة. 13 عام ما شاء الله، ربنا يبارك فيك ويبارك في والديك. اقرأ. إن الله اصطفى آدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى تعرف الأحكام؟ آدم حكمها إيه في المد؟ دي هنا حكم مد بدل. مد بدل بياخد كم حركة؟ حركتين. طيب أنت اديته 3 و4 وقال 3 و4. مد البدل لا يزيد عن 2 إلا في قراءة ورش اللي قرأته فاطمة. اقرأ من قول الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا أحسنتم. يا محمد ما شاء الله ربنا يبارك فيكم، انتم نماذج مشرفه، ربنا يجزيكم، ربنا يبارك فيكم، يعني قدوه لابنائنا ان شاء الله باذن الله تعالى. نطلع فاصل قصير وراجعين تاني، انتظرونا. وبنرحب بحضراتكم بعد الفاصل ومع المتسابق علي محمد اغاز. ازيك يا علي؟ اخبارك ايه؟ خير الحمد لله. الحمد لله. اتفضل يا شيخ احمد. اقرا شيخ علي: إن الذين قالوا ربنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. حسبك. أحسنت، جزاكم الله خيرا. الشيخ علي مع المتسابق علي محمد علي إبراهيم علي. ازيك علي؟ الحمد لله. اتفضل يا شيخ. اقرأ الشيخ علي سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أحسنت. صدق الله العظيم. أحسنت يا شيخ علي. أنت جبت شوية ورش وجبت حفص بس احنا عدينا كل ده. أحسنت. في النهاية ربنا يشفيك يا رب. مع الابتهالات بقى. مع الابتهالات والتواشيح. المبتهل عبد الله ناجح عبده. ازيك عبد الله؟ الحمد لله بخير الحمد لله. أخبارك إيه يا عبد الله؟ ابدأ يا رب. اتفضل. يا رسول الله يا قير الأنام يا ضياء الكون يا نور الظلام Yeah.
جئت للدنيا جميعا رحمة، جئت للدنيا جميعا رحمة، جئت للدنيا جميعا رحمة، جئت تدعو للتاخي والوئام كي يعيش الناس في أوطانهم في صفاء عليك يا استاذ عبد الله، وربنا يكسر من امثالكم. بشكركم جدا لوجودكم معانا النهارده والحفظ القران الكريم، ربنا يبارك فيكم وفي ابائكم. شيخ احمد كامل بشكر فضيلتك لوجودك معانا النهارده. شكرا لحضرتك. شيخ ابراهيم بشكر فضيلتك. شكرا ليك وشكرا لاسره البرنامج. حضرتك معانا في الموسم الاول والموسم الثاني، واحب اقول لحضرتك سموت باخلاقك ونبلت بافعالك، فجزاك الله عنا وعن الاسلام خير الجزاء. بشكركم مشاهدينا، وانتظرونا ان شاء الله في مواسم تانية ومسابقات تانية من برنامج. وأذكر السلام عليكم ورحمة الله.